السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هيكون ميعادنا مع المحاضره الثانيه او الشابتر الثاني في الجزء بتاعنا في ماده اللغه الانجليزيه في المجالات التجاريه. واحنا اتفقنا مع بعض ان الماده دي هتكون عباره عن جزئين، جزء اكاونتنج هتكون معاكم الدكتوره حكمت، والجزء الثاني هكون انا مع حضراتكم. شرحنا قبل كده اللي هو اللينير ايكويشن، وعرفنا ازاي نكون المعادله الخطيه. النهارده الجزء الثاني من الماده بتاعتنا او الشابتر الثاني اللي هو هيكون عباره عن حاجه اسمها ذا سيتس او الفئات. ده بتاعنا ان شاء الله. ايه هو السيتس؟ بتتكلم عن ايه؟ عباره عن ايه؟ ايه هي العمليات الحسابيه اللي مفروض اطبقها او اشتغلها عليها؟ هنشوف دلوقتي مفروض اعرف ايه هي الفئه. بيقول لي هي الفئة the collection of different things grouped together، يعني عبارة عن ايه؟ هي مجموعة من الاشياء المختلفة واللي احنا بنحطها في شكل مجموعة مع بعضها. قد تكون هذه المجموعة او هذه الاشياء اللي احنا بنجمعها قد تكون ارقام numbers، او تكون names اسماء، او تكون variables زي x و y و z. قد تكون ان هي عبارة عن اي شيء، المهم ان هو بيكون عبارة عن مجموعة من الاشياء محطوطة في مجموعة لوحدها، والمجموعة دي بنسميها ذا سيت. مفروض بنرمز لهذه المجموعة باي رمز، عايزين نسميها اي، عايزين نسميها اس، عايزين نسميها بي. وخدنا شوية امثلة منها، مثلا لو انا بتكلم على ارقام الفئة لازم تكون محصورة محطوطة كمجموعة، يعني متحددة بقوسين زي ما انتم شايفين. هنشوف مثلا الفئة الاولى اللي هي الفيرست سيت عبارة عن 4 5 8 9، دي عبارة عن فئة مجموعة من شوية أرقام، مجموعة أرقام مختلفة، مجموعة أشياء مختلفة. طيب المجموعة الثانية أو الفئة الثانية A B C F، دي عبارة عن مجموعة فيها شوية حروف، شوية letters، أو إن هو عبارة عن أسماء، زي مثلا حطيت مجموعة زي هشام، تامر، خالد، علي، ودي اسمها برضو فئة. قد تحتوي على أي شيء، قد تحتوي على الاثنين مع بعض، يعني ممكن تكون أرقام وحروف، ممكن تكون أسماء وأرقام، كل ده ممكن، المهم يكون محطوطة في شكل مجموعة متحددة، هي دي بنسميها إيه؟ الفئة. طيب إحنا في شوية عمليات بنعملها على الفئة. أول حاجة عايزين نعرفها حاجة اسمها Universal Set. Universal Set دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن المجموعة اللي بتحتوي على كل العناصر اللي بتتضمنها مجموعة الأرقام اللي عندنا. فمثلا تعالى كده نشوف مثلا المثال ده، الاكزامبل ده بيقول لي اذا كان انا عندي الفئة الاولى اسمها A وبتحتوي على الارقام 1 و 2 3 4، وعندي الفئة التانية B بتحتوي على الارقام 3 4 5، وعندي الارقام الفئة التالتة اللي هي اسمها C ودي بتحتوي على 4 4 و 7. جاي بيقول لي تقدر بقى انت من كل المجموعات الA والB والC تقدر انت بقى what is the universal set، يعني انت تقدر تكون لي اليونيفرسال او المجموعة او الفئة الشاملة. الفئة الشاملة دي اليونيفرسال اللي احنا هنرمز لها بالرمز U هتكون عبارة عن كل الارقام اللي موجودة في الفئة A والفئة B والفئة C. فمثلا بس ما بكررش الارقام اللي متكررة، يعني لو لقيت نفس الرقم موجود في A و B بكتبه مرة واحدة. فمثلا تعالى كده نشوف، هنلاقي ان الفئة A فيها 1 و 2 3 و 4، لما اجي اضم عليها عناصر الفئه بي هنلاقي في عندي 3 و4 ما بكتبهمش، يبقى ما بكررهمش تاني، فبكتب على طول الرقم اللي بعديه اللي هو الفايف. لما نيجي ندمج عليه الفئه الثالثه اللي هي السي اللي بتحتوي على رقمين 4 و7، برضو مش بكتب المتكرر، فانا لقيت ان انا خدت 4 قبل كده، فيبقى باخد الرقم اللي فاضل اللي هو ال7. يبقى اليو اليونيفرسال سيت هتكون بتحتوي على ال1 وال2 وال3 وال4 وال5 وال7، هنلاقي ان هي عباره عن كل الارقام اللي موجوده في الفئات الثلاثه، وبالتالي عمرك ما هتلاقي رقم موجود في A ومش موجود في اليو، عمرك ما هتلاقي رقم موجود في البي او عنصر موجود في البي ومش موجود في اليونيفرسال سيت، عمرك ما هتلاقي رقم موجود في السي الفئه سي ومش موجود في الفئه اليونيفرسال سيت. يبقى اليونيفرسال سيت دي بتجمع كل الارقام اللي موجوده في الفئه. طيب الثانيه واللي احنا عايزين نعرف حاجه اسمها كومبلمنت
of set. A يعني إيه؟ المكمل بتاع الفئة إيه؟ يعني إيه المكمل؟ تعالى كده نشوف مثلا بيقول لي إيه؟ كتعرفها بيقول لك هي عبارة عن مجموعة الأرقام اللي موجودة في اليونيفرسال سيت ومش موجودة في الإيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة بقارن في اليونيفرسال سيت بالفئة إيه؟ وأي رقم مش موجود في الإيه وموجود في اليونيفرسال سيت باخده. يبقى أي رقم موجود في الإيه ما باخدوش، والرقم اللي هو مش موجود في الإيه باخده. تعال نقول المثال. لو أنا افترضت معايا إن أنا عندي المثال ده، إذا كان لديك الفئة A واللي بتحتوي على 1 3 5 عبارة عن 3 عناصر فقط، وعندي اليونيفرسال سيت بتتكون من 5 عناصر 1 3 5 7 9، لازم هتلاقي شرط أساسي إن كل عناصر الـ A موجودة في اليونيفرسال سيت. يبقى هنا كل عناصر الـ A مفيش عنصر موجود في الـ A إلا ولازم تلاقيه في اليونيفرسال سيت. هتلاقي إن اليونيفرسال سيت دي أكبر فئة موجودة عندك، وطلب مني ديترماين كومبلمنت A. كومبلمنت A يعني اللي هو المكمل بتاع الـ A. إحنا لسه متفقين يعني إيه كومبلمنت A؟ عبارة عن العناصر اللي موجودة في اليونيفرسال ومش موجودة في الـ A. يعني بالتالي تعال نقارن كده. أول حاجة هقارنها الوان اللي موجود في الإيه، هل موجود في اليو؟ آه يبقى مكتبوش. الثري هل موجود في الإيه في اليو؟ آه يبقى مكتبوش. الفايف هل موجود في اليو؟ موجود يبقى مكتبوش. السيفن مش موجودة، الناين مش موجودة، يبقى هم دول اللي أنا هاخدهم وحطهم في كومبلمنت إيه. يبقى كومبلمنت ايه عبارة عن العناصر اللي موجودة في اليو ومش موجودة في الفئة نفسها اللي هي الايه، ده اسمها الايه كومبلمنت او كومبلمنت اوف سيت ايه. هناخد العملية التانية واللي هي المهمة قوي، اسمها اليونيون. اليونيون اللي هي عبارة عن الاتحاد وبنرمز لها بالرمز يو، وجاي بيقول لي كده اليونيون ما بين فئتين هي كل العناصر اللي موجودة في الاتنين بدون اي اختلاف. يعني كل عنصر موجود في A وموجود في B وموجود ما بين الفئتين اللي انا عايز اعمل لهم يونيون، يبقى باخدهم كلهم مع عدم التكرار، وبرمز ليه اليونيون بالرمز A يونيون B. فلو عندي الفئه A وعندي الفئه B وعايز اعمل لهم يونيون، يبقى بسميها A يونيون B A U B. يبقى اليو اللي ما بين ال A وال B اللي ما بين الـ A والـ B مش عبارة عن أمي اللي هو اليونيفرسال، لا الـ A U B يعني عبارة عن الـ A يونيون. تعال ناخد مثال يوضح الكلام ده. فبيقول لي دلوقتي F لو أنا عندي تلات فئات، الفئة A وبتتكون من تلات حروف C E O، وعندي الفئة B بتتكون من A C M، والفئة C بتتكون من M و R، وطلب مني إيجاد الآتي universal set. يلا قبل ما تقلب كده ونشوف الإجابة مع بعض، يا ريت انت تمسك الورقة أو القلم وتحاول انت تجاوب لوحدك. بعد كده عندي الـ A و B، وعندي الـ A union C والـ B union C. لما اجيب الـ universal set يبقى احنا متفقين مع بعض كده، يبقى احنا هناخد ايه كل الأرقام اللي في الـ A والـ B والـ C مع عدم التكرار. يعني الحرف اللي موجود في أي فئة ما بكرروش، هو بيكتب مرة واحدة بس. يبقى لما اجي اقول كده universal set تعالى نلم كل الحروف اللي عندي، يبقى هاخد ال A وال C وال E وال O وال M وال R، كل الحروف اللي عندي خدهم كلهم على بعض. يبقى لما اجي هلاقي ان انا فعلا عندي اهو، تعالى نشوف الحل اهو موجود، عندي ال A B C universal set باخد كل الحروف اللي عندي، فباخد الـ A والـ C والـ E والـ O والـ M والـ R، كل العناصر الموجودة في الـ A والـ B والـ C. لما نيجي نبص بقى للمثال اللي بعديه أو الجزء الثاني، الـ A union B، اتفقنا مع بعض إن الـ A union B بناخد كل الحروف اللي موجودة في الـ A وكل الحروف اللي موجودة في الـ B مع عدم التكرار. يبقى ناخد بقى كده الـ A والـ C والـ E والـ O والـ M، الحروف اللي موجودة في الـ A واللي موجودة في الـ B. طب عايز أقول عايز أجيب A union C
يبقى هاخد كل اللي في الاي واخد كل اللي في السي مع عدم التكرار، يبقى سي واي واو وام وار. طب عايز اجيب بقى ثالث الرابع حاجه والاخيره اللي هو البي يونيون سي. البي يونيون سي يبقى باخد كل اللي في البي وكل اللي في السي مع عدم التكرار، يبقى الاي والسي والام والار. طيب عمليه اللي بعديها حاجه اسمها انترسكشن، ودي رمزها بيكون عباره عن اليو بس مقلوبه، ودي اسمها التقاطع. يعني ايه التقاطع؟ يعني دايما يشير التقاطع للحروف اللي موجوده في الاي والبي في نفس الوقت. الاي والبي اللي موجوده في نفس الوقت، يعني بدور على الحرف اللي موجود في الاي وهو نفسه الاقيه في البي، ده اسمه الانترسكشن التقاطع. تعالى ناخد من الكلام ده بصوره اسهل. اكزامبل جاي بيقول لي كده عندي ثلاث فئات برضو اي بي سي 1 2 3، ده الاي، البي عباره عن 2 3 5، سي عباره عن 1 6 7. طلب مني ايه؟ بيقول لي دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ نجيب اول حاجه يونيفرسال سيت. يونيفرسال سيت دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الفئه الشامله او اللي هي فيها كل العناصر اللي موجوده في الاثنين. طيب تعالى كده نشوف مع بعض كده ازاي نقدر نحله. اول حاجه طلب مني كمان حاجات كومبلمنت A اللي هو المكمل بتاع الA، الA يونيون B والB يونيون C والA انترسكت B والB انترسكت C، وبعد كده الA انترسكت كومبلمنت A والB يونيون كومبلمنت B. تعال كده نشوفها مع بعض. هنيجي نقول كده قبل ما نقلب، حاول تجيب لي انت الكن اليونيفرسال سيت اللي هو الرمز بتاعها U، هناخد كل العناصر اللي في A وفي بي وفي سي مع بعض. فلما اقول كده يبقى ناخدها مع عدم التكرار بعد اذنك، يبقى هناخد ال1 وال2 وال3 وال5 وال6 وال7. تعال نشوف كده اذا كانت اجابتها اهو كل العناصر اللي هو 2 3 5، ونشوف كده السي اللي هي 1 6 7. تعال ندور ايه اللي موجود في البي وفي نفس الموجود في السي مش موجود، يعني ايه ال2 مش موجوده في السي، ال3 مش موجوده في السي، ال5 مش موجوده في السي. ايه ده انا ولا عنصر من اللي موجود في بي موجود زيه في سي. يبقى في الحاله دي بعمل كده فئه وما احطش فيها عناصر خالص، وبنسميها فاي. يعني ايه فاي؟ الفئه الخاليه اللي ما فيهاش اي عناصر. خد بالك لو حطيت صفر تعتبر عنصر، لكن انا بعمل فئه وما بحطش فيها اي حاجه خالص، خاليه من اي element من اي عنصر، وبالتالي بنسميها. هنبص اللي بعد كده بقول ايه انترسكت كومبلمنت بي ايه، يعني ايه؟ عايز اجيب الايه انترسكت اللي هو مكمل ايه. الايه كانت 1 2 3، الكومبلمنت ايه 5 6 7. هنلاقي ان انترسكت بينهم برضو مفيش ولا عنصر في ايه موجود ولا عنصر زيه في الايه الكومبلمنت ايه، يبقى بالتالي برضو مفيش عناصر مشتركه. يبقى هعمل فئه وما فيهاش ولا عنصر وبسميها الفئه الخاليه. وعايزين هنقولها قاعده كده، اي فئه انترسكت مكملها لازم تبقى ايكوال فاي. تاني، اي فئه انترسكت مكملها، اي فئه تقاطع مكملها لازم تكون ايكوال فاي. عمرك ما هتلاقي عنصر موجود في فئه وموجود في الكومبلمنت بتاعتها، وبالتالي دايما يطلع فاي. خلاص هنيجي بعد كده البي يونيون كومبلمنت بي، فهنكتب البي اللي هي 2 3 5 يونيون. يونيون مش انترسكت المره دي، يونيون. يعني ايه يونيون؟ يعني كل العناصر مع 1 6 7. هناخد كل اللي في الاي وفي كل اللي في البي وكل اللي في كومبلمنت بي، يبقى ناخد كله يبقى 1 2 3 5 6 7. هنلاقي نلاحظ ان كل اليونيون بتاع البي وكومبلمنت بي لازم يطلع اليو. يعني ايه دي قاعده؟ قاعده طبعا. يبقى اي فئه يونيون مكملها، اي فئه يونيون مكملها، اي فئه يونيون مكملها لازم تكون ايكوال الاوميجا اللي هي اليو اللي هي اليونيفرسال سي. لازم يكون اليونيفرسال اللي هو كل الفئات. يبقى خد بالك تاني، انا خدت قاعده مهمه قوي، ان اي فئه انترسكت تقاطعها ايكوال فاي،
يعني ايه فاي؟ الفئه الخلف، يعني فئه ما فيهاش عناصر خالص. اي فئه يونيون مكملها لازم تساوي اليونيفرسال، يعني اللي هي الفئه الشامله. ده الجزء بتاع الخد، حاجه اسمها دو ات يور سيلف، يعني عايز حضرتك تجاوبها انت بنفسك. برضو ثلاث فئات A B C، ومطلوب من حضرتك تجاوب الكلام ده. الامتحان مش هيخرج من الأسئلة دي، هتلاقيها هي نفس الكلام. أشوفكم على خير دايما وبالتوفيق يا رب بإذن الله تعالى. كده الجزء بتاع الرياضة خلص خالص، ما عندناش مش مطالبين بأي حاجة. يبقى احنا هيجيلنا مسألتين، مسألة عن السيتس اللي هي الفئات، ومسألة عن linear equation اللي هي المعادلات الخطية. تمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله والنجاح، ودايما دايما في نجاح وتفوق بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.